مساء الخير أحبائي وأعزائي، كل عام وأنتم بخير. الآن بالفيديو، حريق ضخم بالكويت بسبب اشتعال الصهاريج وقود من المصريين والتحدون، كتب سامي سمعان وقال: نشرت وزارة الإعلام الكويتية عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر مقطع فيديو يظهر نشوب حريق ضخم على طريق الجهراء. وتداولت وسائل إعلام محلية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصور من اشتعال النيران في المدينة الكويتية بسبب اشتعال صهاريج وقود. وأكدت وسائل إعلام كويتية بأن فرق الإطفاء وخبراء مركز المواد الخطرة لمكافحة الحريق يتعاملون حاليا مع حريق هذا الوقود. وعليه هنشوف الفيديو مع بعضينا. شايفين الحريق؟ حاجة يعني ربنا يستر، وحاجة مش يعني حاجة مؤسفة ومحزنة. اكيد ده حصل عندنا برضو في مصر، في طريق اللي احنا شفناه، طريق اسماعيلية، لكن حريق في الكويت وحريق برضو هنا في مصر عندنا، وحريق لبنان اللي دمر واحزن ناس كتير قوي. وادي هنا بنتسرب اهو، شوفوا تاني، نتفرج عليه تاني، شوف حريق شديد جدا جدا، يعني حاجة محزنة جدا جدا، مش عارفين نقول ايه غير ان ربنا يسترها، ان شاء الله يجعل الكويت تكون في حالة احسن من كده، وان شاء الله باذن الله ربنا ينقذ يعني الكويت من اي خطر محزن او مؤسف، ويحافظ على هذا الشعب العريق الشقيق، شعب اللي دايما بيقف جنب مصر وبيتعاون معاه في كل لحظات الشدة. وهنلاحظ ان سيطرة 5 فرق اطفاء على حريق هائل في صهاريج لنقل الوقود بعد انقلابه على طريق الجهراء باتجاه المطلع غرب الكويت. وقالت الادارة في بيان صحفي انه بلاغا ورد الى غرفة عمليات الاطفاء يفيد بوقوع حريق هائل من جراء انقلاب صهاريج لنقل وقود الديزل بحمولة 36,000 لتر. وتوجهت فرق الاطفاء من جميع جهات مختلفة الى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على الحريق بسرعة قياسية رغم انتشار ألسنة اللهب التي طالت مركبتين واشجار على جانب الطريق وفقا لوكالة الانباء الكويتية. واشار المصدر الى ان الحادث اسفر عن اصابة قائد طبعا الشريك الله يرحمه، وهو وافد من جنسية عربية، حيث تم نقله الى مستشفى لنقل العلاج. ربنا يحافظ على الشعب وعلى كل الامة العربية وكل اخواتنا مسيحيين ومسلمين. ونوفيكم ايضا من اليوم السابع اني برضو بيقول ان نشب حريق ضخم على مدينة الجهراء في الكويت، وذلك بسبب اشتعال صهاريج وقود. ونشرت وزارة الاعلام على حسابها صور لانتشار هذا الدخان الكثيف على الطريق، كما تداولت وسائل اعلامية محلية ورواد التواصل الاجتماعي فيديوهات، واحنا اكيد صورنا هذه الفيديوهات وممكن نشوفها تاني برضو. وادي شايفين الصور. وافادت وسائل اعلامية محلية بان فرق الاطفاء وخبراء مركز الوقود مركز المواد الخطرة لمكافحة الحريق يتعاملون حاليا مع صهاريج الوقود على طريق الجهراء، والذي وقع امام نادي الجهراء الرياضي، واظهرت لقطات